هذه قطيطة كانت مرة مرة تطلع عندي هكا للدار، وكانت حاملة. وهذاك النهار واحد النهار كان فيها الوجع مسكينة، وحسيت بها تتألم، ودرت ليها في الزنقة، درت ليها واحد البلاصة، وعطيتها تاكل. الصباح صبحات والدة باقية دابا تنعتني بها، وخا كبرات ما بغاش تحول من ديك البلاصة، حتى الجيران تيعطيوها هكا تاكل وداكشي. والأغلبية تدخل لعندي أنا، هيك أنا عندي الباب ما وصلش حتى لتحت. وتمنى نعطيها هكا الفورماج في الصباح تفطر بيه هي وليداتها. دابا ولفات هي ولادها تيجيو وتيدخلو، شي شحال زوينين. وتتعرفني تنحاسم عليها، ما تنخليهاش تطلع للفوق، تجي تتبقى غير في السطوان، غير في التحت هي وليداتها. صافي ما انتقلاتش، ما مشات لشي زنقة واحدة اخرى ولا لشي بلاصة. هنايا مسكينة جالسة تعيش ولادها. شوف كيف تيقول المثل، القطة وما تسمحش بولادها. زويوني شتي هما كليو. حيت تكون جالسة في المكان ديالها نطلع عليها غير من الشرجم ونقول لها بس بس، تتسنود وتجي تعرف راسها بأن غنعطيها تاكل. دابا راه كلاو فورماج. هذا الصباح هاد الجوج جاو تيشبهو ليها في الألوان، هادو ما تيشبهو ليش، جوج ملولين سبحان الله العظيم. شوف دابا واحد الوليد ما عرفش كيفاش يقلب الفرماجة، وشوفي هي كيفاش تقلبها. هي كملت حقها ورجعت تتقلب لولادها الفرماجة. شوفي كيف قلبتها، شوفي تدي لها الحركة كيفاش باش تقلبها. حاولت معاها ما قلبتهاش،
تعلمك تعلمك كيفاش ينقص. هادي مو وهادو الصغيرين الاخرين صافي كلاو خرجو. Thank you.